يمكننا أن نسحب السفينة إلى الشاطئ. رافعة مثبتة. مستعد عندما يستعد رايدر. مستعد. تلك هي إشاراتي. الرافعة تعمل. نجحنا. إنها تعمل. كيف الوضع من أعلى؟ ثابتة كما هي. واو، انظروا إلى المرساة، لابد أنها عالقة. هناك خطب ما. هيا فلنحرر هذه المرساة. لقد حرروها. نعم، السفينة قادمة. انظر، كأنها تبحر ثانية. تريد جولة؟ هيا بنا. انظروا أيها الكرويون، إنه الكابتن بلاكفور. عمدتي خليج المغامرة، يسرني أن ألعب دوراً مهماً جداً جداً معكم يا أصدقاء في حل لغز القرصاني الكابتن بلاكفور. حسناً جميعاً، فلنرى ماذا على السفينة. يا مارشل، ضع سلمك. أمرك يا رايدر. كابتن توربت، هل تساعدني؟ مؤكد يا رايدر. هيا نذهب. لن أنتظر. وأنا أيضا. ماذا يمكن أن يكون الكنز؟ كنز حقيقي. رائع. شكرا كابتن. شكرا لأنكم أنقذتموني من الكهف. كلما وجدت مشكلة فقط أطلب أو المساعدة. افتحه يا رايدر بسرعة حتى نرى ما بالداخل. آسف، مغلق. سأهتم بهذا. مرحبا رابل. مرحبا رايدر، أحتاج دورية المخلب وبسرعة. لماذا أنت في الظلام؟ انزلاق صخري عالق بنفق جبلي مع المهندس. هل يمكنك أن تخرجنا من هنا؟ اطمئن يا رابل، لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. نحن في الطريق. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. اغلق المشبك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. انتظروني. خمسة. واحد منا مفقود. أهو أنا. نحن مستعدون يا السيد رايدر. حسناً، معظم دورية المخلب. نحن أحدنا مفقود يا رايدر. أعرف يا جراء، هذه المرة سننقذ رابل. رابل؟ هناك انزلاق صخري في النفق. رابل حاول أن يحل المشكلة بمفرده. مشكلة صعبة أن يحلها بمفرده. الآن هو والمهندس عالقان. تشيس، أحتاجك لرفع الصخور بعيداً عن الطريق. تشيس يتولى المهمة. وزوما، أريدك أن تقود حفار رابل. أنا؟ نحتاج شاحنة لإزالة باقي الصخور كي نخرجه. زوما يأتي مسرعا. حسنا، دورية المخلب، انطلقوا. دوريات. هيا 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 المخلب. هيا 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 هيا. هيا 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 هيا
هذا الشيء؟ فهم. ايه؟ هل هذا حفاري؟ انه رائع يا صاحبي، جيد. زوما احترس. تشيس، هل تستطيع صنع مخرج لرابل؟ انا مستعد. شغل. عمل رائع يا تشيس. رابل، هل يمكنك ان تمر؟ شكرا يا رايدر. الان اين ذهب حفاري؟ ها هنا. حسناً يا زوما. أهلاً رابل، تريد أن تتسلمه؟ رابل يأتي مسرعاً. حسناً يا رابل، تعرف مهمتك. نجحت، أنقذت الوضع بطريقتك. تعني ساعدت على إنقاذ الوضع بطريقة دورية المخلب؟ سأذهب مع تشيس، لكن ليس إلى الطبيب. خائف قليلاً؟ لا، أنا خائف كثيراً. لا بأس، الجميع يخاف من شيء ما. ليس أنت ودورية المخلب؟ بالطبع نخاف. أعرف أليكس، إذا جعلت دورية المخلب تفعل أشياء تخاف منها، هل تذهب لطبيب الأسنان؟ حسناً، أريد أن أرى ما الذي يخاف منه الجراء. سأنادي على الجراء، استعد للذهاب للطبيب. حسناً يا جراء، سنساعد أليكس كي يتغلب على خوفه. كيف؟ أريدكم أن تفعلوا شيئاً تخافون منه. من يريد أن يبدأ؟ حسناً، سأبدأ أنا. مع دورية المخلب أخاف من أشياء مثل التدلي من مروحية سكاي أو تسلق المنحدرات، لكن تعرفون ما الذي يخيفني حقاً؟ لا، ماذا؟ سيد بورتر، بعض من الكرنب من فضلك. قادم يا رايدر. ها هو. شكراً. أظن هكذا، لم يكن سيئا للغاية. محاولة جيدة، لكن لا أظن هذا. حسنا، كان سيئا، لكن رغم أنه كان مخيفا لا زلت بخير. روكي، ما الذي تخاف منه؟ حسنا، الماء. هيا يا مارشال، لك هذا. ووو، خرطوم. مستعد يا روكي؟ مستعد. كفى. الآن سيكون لي رائحة الكلب المبتل. وربي يخاف من العناكب. عناكب. لست خائفا، لست خائفا. هل انتهيت من كوني لست خائفا؟ مؤكد. العناكب مخيفة. الآن سكاي ومارشل. مارشل يخاف من الطيران. هذا ليس سيئا جدا. احترس. نسر كبير، لا أحب النسور. واو واو، لا أحب الطيران حقا. رائع. ماما الأرض. ياه، لم أظن أن دورية المخلب تخاف من شيء. رأيت؟ الجميع يخاف من شيء ما، لكن أحياناً يجب أن تفعل أشياء حتى وأنت خائف. إذا كانت الجراء شجاعة، إذن يمكنني. أنا سأذهب إلى الطبيب. أليكس، هل تساعد جرواً كي يكون شجاعاً أيضاً؟ من؟ ها؟ تشيس،
خائف من طبيب الأسنان. أنا لا أحتاج لطبيب الأسنان. رأيت؟ ربما تساعد تشيس إذا رأى كم أنت شجاع. بالطبع يمكنني. هيا يا تشيس، إنه مجرد طبيب. هيا نذهب في نفس الوقت. حسناً. أحسنت يا أليكس. الطبيبة لطيفة جداً، أعطتني سوراً وفرشاة أسنان. أردنا غسل الأسنان والمحافظة عليها. هذا صحيح، شدت الطبيبة سنتي وسوف تنمو أخرى، انظر. أنا حقاً فخور بكما. تذكرا، كلما احتجتم شجاعة أكثر أطلبوا المساعدة. تشيس مستعد. الشبكة. آسف أيها الصغير. أنت بخير يا جدي؟ أنا حر. ياه، أنا لست عالقاً في الجذع. أنا لست عالقاً في الجذع. شكراً يا رايدر، شكراً يا جراء. رائحتي كريهة. وكذلك شبكتي. ماذا يجب أن نفعل؟ حسناً، الطريقة الوحيدة هي حمام عصير الطماطم. لكن أين نجد حماماً مليئاً بعصير الطماطم؟ تراجع يا سيد بورتر. آسف، لكن هناك مخزن مليء بها في المطعم. رائع، لدي الحل. مارشل، نحتاج مساعدتك. أنا سأنطلق الآن يا مارشل. عصير طماطم. مياه. ومنشفة. الآن رائحة جدي لم تعد كريهة. أهلاً عمدة جودوي. مرحباً رايدر، كيف الحال؟ انتهينا. لحظة يا عمدة. مرحباً يا كابتن توربت. رايدر، وضع عالقني الآن. دائماً يقفز من أجل وعاء مليء بالمربى، لكن آخر وعاء لم يمسه. نحن في الطريق. أهذه حالة طارئة أخرى؟ آسف يا عمدة. حظاً طيباً. سكاي، أحتاج مروحيتك عند الكابتن توربت. والي عالق هناك. هذا الجرو يجب أن يطير. دوما، أحتاجك للمساعدة في سحب والي إلى الأمان. هيا لنغوص. رايدر، أرى والي، إنه عالق بين الصخور وذيله متشابك مع الشراع. حسناً يا سكاي، كدنا نصل. رايدر، زوما، شكراً على قدومكما. مرحباً يا كابتن. والي خلف الصخور، سننطلق. اطمئن يا والي، سنخرجك من هنا. هكذا يا فتى. زوما، هل يمكنك الوصول إلى والي؟ عوامة. إمساك جيد، الآن أمسكها جيدا. اسحب يا زوما. أكثر قليلا. اهدأ أيها الفتى. أحسنت يا زوما. حسناً يا والي، تعال وخذها. مرحباً يا عمدة، الآن يمكننا الحضور إليك إلا إذا ظهرت حالة أخرى. بالتأكيد يوجد حالة طارئة أخرى، إنها السيفيليتا، معلقة على اللافتة وقد تقع. في طريقنا.
مارشل، أحضر سلمك إلى برج الساعة. أنا سأنطلق. وتشيس، أحضر شبكتك لحماية تشيكيليتا. تشيس يتولى المهمة. دورية المخلب قادمة لإنقاذك. سلم. اطمئني يا تشيكيليتا، أنا في طريقي. أوه عزيزتي. تشيس، شبكتك. رار، الشبكة. رار. شيكيليتا، سعيدة أنك بخير. رايدر، شكرا لك. على الرحب، كلما كنت في مشكلة اطلبي المساعدة. شكرا على حضوركم سريعا يا جراء، أريدكم أن تنقذوني سريعا. منقذك أنت؟ نعم، وأنت يا جاربي. نحن لماذا تدور الصورة؟ تصيبني بالدوار. ماذا حدث؟ يبدو أن رايدر يتجه إلى الجبل. هيا دورية المخلب، هيا ننقذ رايدر. دورية المخلب، انطلقوا. دورية يعود من الجبل إلى مزرعة يومي. حسناً سأعود. يا إن البطيخ ليس ليومي، أحضرته من عند المزارعة يومي. البطيخ للعمدة. لا أرى رايدر يتجه إلى مزرعة يومي. إنه يلتف ويعود. يعود يعود. أهتم بالأمر. أظن سنوصل الطلبات، سنوصلها. لا 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 لا. أرى سيارة السيد بورتر. هاي، ربما رايدر وجاربي يركبان مع السيد بورتر. تشيس تفقد الأمر. تشيس يتولى المهمة. ها؟ انتباه يا سيد بورتر، أرجوك توقف، هذه حالة طارئة. ماذا سيفعل رايدر وجاربي في سيارتي؟ لكن تعقبنا هاتف رايدر إلى هنا. انظر، إنه هاتف رايدر. وكيف جاء إلى سيارتي؟ لابد أن رايدر أسقطه، لهذا فهو كان يدور، وبطريقة ما وصل إلى صندوق البقالة هنا. دورية المخلب، كنا نتعقب هاتف رايدر وليس رايدر. ماذا؟ هذا يعني أننا لا نعرف أين رايدر وجاربي. انتظروا، يمكننا العودة ونرى أين كان الهاتف عندما كلمنا رايدر. الأدوات. تشيس، رايدر كان في جولة عندما اتصل بنا. أنا هنا يا روكي. إذا كان رايدر أسقط هاتفه هنا فلابد أنه قريب. رأيتهما. يبدو أن الحافة ستنهار، نحتاج مساعدة بسرعة. يجب أن نقرب السلم أكثر، لكن تلك الصخور تمنعنا. ليس طويلا. فريق عمل رائع. رو، مارشل، ضع سلمك هناك. أنا سأنطلق. هو السلم لأعلى. سلمي ليس طويلاً بما يكفي، كيف سنصل إليها؟ رايدر، هيا ارتدي هذا. شكراً يا سكاي، خطة جيدة.
اطمئني، أنت قادمة معي. هيا يا جاربي. كدنا نسقط. رائع. أقابلكم في نقطة المراقبة. يمكنني الاعتماد عليكم. سكليتا؟ سكليتا! اهدئي يا سكليتا، لا داعي للذعر. هذه كارثة كبيرة. روكي! سكاي! إنها سكليتا سقطت في الأسفل. أو مخلب! آسف، لا يمكنني الوصول. كنت سأطير إليها، لكن المكان ضيق علي. بقي شيء واحد. تشيس! هيا 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 بابل! هيا 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 دوري يا قلبي يا رايدر. جيد جدا. سكليتا المسكينة لابد أنها خائفة من كل الكائنات القابعة في الظلام. كالذي أمسك بساقي. رو رو الضوء. يا له من أرنب لطيف. بالطبع أعرف ذلك، لدي شارة الاهتمام بالأرانب. هيا نطمئن على سكليتا. تشيس، أشعل ضوءك ليتمكن رابل من إزالة الصخور. لك هذا. الإزالة. شكرا يا رابل. اطمئني يا سكليتا، سنخرجك سريعا. سكليتا، هل أنت بخير يا صغيرتي؟ أحتاج جروا صغير الحجم لينزل. يمكنني هذا. الرافعة. جبت أصل. ها سكليتا، جئت لأساعدك. يمكنني حملك. يمكنك الوقوف على رأسي. حسنا، ارفعانا. في الحال. لم أعرف أن قدميك يدغدغان. يمكنك دعمي يا روكي. لك هذا. جبت أصل. أمسكتها. ياي! نعم، سكليتا بخير. إنها بخير. نعم، سكاي بخير. إنها بخير. كنت قلقا. أنا لم أكن، أنا سعيد فقط لإنقاذ سكليتا. شكرا يا تشيس، هذا لطيف جدا. حسنا، بعد إنقاذ مثير كهذا يتبقى شيء واحد لنفعله. تحميص المارشميلو. هذا رائع. إنها ليلة جميلة. نعم، الجو لطيف ويمكننا أن نخيم جميعا إذا لم يمانع الجميع. نعم، ابقوا. مدهش، لكن لا توجد خيام كافية. بيت. الآن تشعرون أنكم في بيتكم. حسناً، وقت تعلم أهم مهارة على الإطلاق. المارشميلو والذرة المشوية. سكليتا حصلت على الشارة الكشفية للشجاعة، ولدي أيضاً شارة إنقاذ سكليتا من أجل دورية المخلب. شكراً يا عمدة، كلما وجدت مشكلة أطلب المساعدة. النجدة، لقد أحرقت المارشميلو. أحرقته؟ مدفع المياه. أوه.
جراء، الآن المارشميلو أصبح محترقا ورطبا. تحتاج مساعدة مع السلاحف؟ لا شكرا، وزنهم خفيف. في الحقيقة يبدو أنهم أصبحوا أخف بكثير. ألا رر، هو كبر الصوت. رر جراء، السلاحف هربت ثانية. نحن هنا يا عزيزي. تفرقوا وابحثوا عن السلاحف. في الحال. أجل، ها هم جميعا. ألا نفقد واحدا. من؟ هل تظن أن رخصة الجراء ستساعدك لتجد سلحفاة؟ إنها نجمة تدغدغ بقوة. أعتقد أنها تحب اللعب. هي الطريقة الوحيدة لنبقيهم في مكان واحد. ها؟ يجب أن يكون هناك شلال أو مياه جوفية تجلب المياه للبركة. ها؟ يوجد وحل هنا. ما الأمر يا رابل؟ مؤكد هذا هو بيت السلاحف، أحدهم لا يزال هنا. ماذا يحجز المياه؟ أها، احفر حفرة جديدة تسمح بدخول المياه للبركة ثانية. رابل يأتي مسرعا. اطمئن يا صاحبي، كل أصدقائك سيعودون إلى البيت. تنزه مائي للسلاحف طريقة رائعة لمنعهم من الهروب. وقت اختبار الزلاجة المائية. هيا يا تشارتل. آسف بيرتل. غواص رائع. لا شيء بعد، يجب أن أحفر أعمق. نجحت يا رابل. نجحت بالفعل، أكثر من اللازم. الأفضل أن تخرج من هنا، إنها تمتلئ بسرعة. الحفار لا يعمل، دخلت المياه في المحرك. زوما، تشيس. تشيس هنا. أحتاجكما عند بركة يومي على الفور. هيا ننطلق. حفاري، يجب أن تفعل شيئا. رافعتك يا تشيس. لك هذا رايدر. رر. زوما، الخطاف. هيا لنغوص. اخرجوني من هنا، هيا بسرعة. تشيس انطلق. تشيس يتولى المهمة. أحب الاستحمام لكن ليس هكذا. حسنا، إنه يعمل. شكرا يا تشيس وزوما، أنقذتما الوضع. إن هذا عملنا. هيا نعد السلاحف للبيت. سكاي. أهلا رايدر، ما الأمر؟ كلنا هنا، أعيد السلاحف إلى البركة. حسنا، هيا للبيت. وصلنا يا رفاق، عدنا للبيت. هيا يا سلاحف، بيتكم جديد كما كان. الحقيقة أفضل، والفضل لهذه الجراء. مرحبا يا بيرتل. استمتع يا جيرتل. اسبحي جيدا يا جوي. نحتاج مساعدة كل الجراء. مارشل، ابحث عن حقيبة حمراء في المتنزه. زوما، تفقد الشاطئ. في الطريق. حظا طيبا. اهلا مشغب، هل رأيت حقيبة حمراء هنا؟ يا هناك شيء أحمر على الشجرة. السلم لأعلى.
تلك ليست حقيبة، إنها بالون. لنكمل البحث. ها هي. عودي أيتها الحقيبة السخيفة. أهلاً والي. انتظر، تلك ليست حقيبة، إنها سترة نجاة، سآخذها من أجلك. شكراً يا صاحبي. إذا كنت حقيبة كنت سأكون هنا. يا روف، أوف أوف. إنه مجرد منديل للمزارعة يومي. أظن أني لست حقيبة. أرى شيئاً أحمر. أه؟ أو كماشة. نحن فخورون جداً أن نعلن أن خليج المغامرة أصبح أرضاً صلبة. معذرة. آسف يا عمدة. أنت أيضاً يا شيكليتا. رايدر، الحافلة متجهة لشارع أليكس. علينا أن نسرع. أين ذهبت أيضاً يا أليكس؟ ذهبنا للمحطة لنشاهد القطارات تمر. محطة القطار، هيا بنا. ها هي. رائع، هيا ليذهب أليكس إلى المدرسة. رايدر، إنها تتحرك. يضع أليكس طعامه هنا. خمن من يأكل شطيرة التونة للإفطار. ها 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 شو كالي. ها أو لا، انتظر. أو لا، إنها تسرع. الحقيبة تذهب بعيدا. سكاي، محطة القطار بسرعة. وجدنا حقيبة أليكس وعلينا أن نمسك بها. في الطريق. حسناً يا سكاي، اتبع القطار. سأحلق في السماء. أظن أن رايدر لم يجد حقيبتي في الموعد. أظن ذلك. آسف أنني فقدتها يا جدي. أردت حقاً حقيبتي الجديدة في أول يوم في المدرسة. حسناً يا سكاي، اهبطي قليلاً لأمسك بها. أمسكتك. لقد أمسكت الحقيبة وكالي أيضاً. الآن هيا نلحق بالحافلة. وقت الذهاب يا أليكس. سيد بورتر، أليكس أمسك. وجد رايدر حقيبتي. سيكون هذا أفضل يوم في المدرسة. شكرا يا رايدر. على الروح بي يا أليكس.